السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي سيد نان، كنقرا في دروز يماني. المشكل ديالي هي أنه أنا أصلا جيت شحال من مرة درت فيديوهات مع الجريدة هادي، دابا جرب عليا عائلتي. كنت من وراء وفاة ديال الأم ديالي كنت ساكن مع العائلة ديالي اللي هي جداتي وخالي وأختي، كنا ساكنين. الام ديالي اصلا كانت ساكنه تما، كاينه من نهار ما لقيت على راسي وانا ساكن تما. هذا ما كان من مورا الوفاه ديال الام ديالي خرجوني، قال لك دازت واحد عام بما تنسات الوفاه ديالها وخرجوني دابا الزنقه، قال لك سير في حالاتك، ما كتعرفنا ما كنعرفوك، الله يعاوننا ويعاونك. السبب اللي انهم خرجوني من الدار لان خرجت واحد تعويض عن السكن، لان كنا درنا فيديوهات معكم نيت على حسب السكن الغير لائق، راه كنتو صورتو الدار ديالنا كي دايره السكن الغير لائق، وكنا درنا فيديوهات بزاف، عده فيديوهات وعده وقفات احتياجيه باش ناخذوا حقنا ونضمنوا واحد السكن لائق واحتياجات البسيطه. صافي، ومن مورا سمعت بان راه وقفنا على هذا الشيء، وقف هذه المشاكل، وقف هذا الشيء ديال الاحتجاجات وهذا الشيء. شفت الفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي وراهم لاولادها، وهي هي صافي من تما يشد الزكير. قلت لك سيدي انا ما باغي نمشي حتى شي بلاصه، وبغا تشد لي الزكير، بغا تشد لي بلاصتي وغنمشي في حالاتي وصافي، خرج لي من داري. حرشوا اولادها، ما نذكرش الاسماء ديالهم لان كانت شحال من مره ذكرت الاسماء وقال لك بغاو يتابعوني قانونيا. صافي ما بقيتش كنذكر الاسماء ديالهم. خلاو اخت ديالي لانها خدامه وكتصرف عليهم، هذاك الشيء علاش خلاوها خدامه وكتعطيهم كتشد واحد الخلصه ليا بسيطه 7000 ريال السيمانه، كتعطيهم تتعمر الثلاجه وتوكل وتاكل. هذاك الشيء علاش عزيزه عليهم وكيموتوا عليها، هذاك الشيء علاش. وانا اللي ما خدامه والو كنقرا، وخرجوا لي على حياتي وخرجوني من الدار وحققوا الطلب ديالهم. ان انا طفل 15 سنه ولا اكثر من 15 سنه وانا عايش في ديك الدار. هي في الاول كنت ساكن في الاول نهار تزاديت انايا، تزاديت في الصوفه، من تما دزت لدار بابا. من موراها وقعوا نزاعات وداك الشيء، صافي رجعت لهنا لهاد الدار هادي اللي ساكنين فيها دابا. واحد النهار من مورا الوفاة ديال الام ديالي، راه يلاه غتكملها في شهر 5 تكمل عام، انا لقيتوني دابا نيت غادي للمقبره. كتقول لي دائما انا بعدا دائما كنمشي للمقبره، المقبره ما كنحيدش منها. كتقول لي صافي راه ماتت وراه دارت وفعلات وتركات ودايره وفاعله وتاركه. كنقول لها امي راه الا كانت بيناتكم شي حاجه تتمشي عندها وفضي انت وياها، انا خارج هاد المواضيع. راه الله يرحمها راه اللي دارته، قال لك اذكروا امواتكم بالخير. هذاك الشيء اللي وقع صافي مشى صافي، ما تقولش لي ولدتك الحرام ودارت شي مواضيع انا عمرني سمعتهم ذاك النهار. سب الام ديالي هي، عرفت واحد الكلمه والله الا حشمت نقولها قدام الكاميرا، اقسم بالله وعيب انني نقول هذيك الكلمه. راه امك دايره وفاعله وتاركه وبزاف الحوايج الى اخره، دابا القناه ضرب بزاف. المجتمع ديالنا راه ما كيرحمش، حسبي الله ونعم الوكيل. ملي كتشوف انا هاد نيت هاد اللقطه هادي فاش قالت لي داك سميتو، قالت لي سير راه امك راه صافي ماتت ودارت وفعلات وتركات ودارت. ملي قلت لها امي صافي على الشيطان، قالت لي انا ماشي امك راه دفنتيها، سير قلب على امك، انا ماشي امك. وكتجبدوا شي مواضيع، كيجبدوا شي مواضيع، حسبي الله ونعم الوكيل. ما كيخليوش بنادم حتى ينعس مرتاح في قبره وحشومه عيب. الناس دابا ناس عند الجيران، واليوم غنعس عند الجيران، وغدا غنعس عند الجيران، لا حياة لمن تنادي. وما كياكلوا ناسين شاربين مرتاحين الحمد لله مرتاحين، ما ضرهمش واحد الحاجة، ما عندهمش بحال عمرني كنت وعمرني غنكون. يعني بغيت نقول بان راه لا شدوك اليوم، إلا شدوك اليوم الجيران شدوك غدا، شدوك بعد ما يشدوكش حياتك كاملة، راه ما يشدوكش دائما. راه بنادم عنده ولادو، راه بنادم راه غيدير معاك صواب، قالك ضيافة النبي 3 ايام كيف ما كنقولوا، راه غدا وبعدو صافي الله يعاونك اخويا، راك تقلت علينا. هذا ما كان، وكيبقاو يديروا شي كيديروا لك شي حوايج اللي هناك بانك تفهم راسك راه تقلت. الله يهديها لله، الحقره بزاف. واي طفل اللي هو
في السن ديالي ما كنبغيش انه يوقع لي هذا الشيء صراحه. الله يحفظ كل طفل من هذا الشيء اللي دابا انا عشته. الله يحفظ كل طفل منه، لان ولي عنده شي ام انا كنعاود وكنقولها وقلتها في عده منابر، اللي عنده شي ام اللي تهلا فيها، لان غدا ولا بعدو غتمشي حتى واحد ما يعقل عليه. راه الا مات الاب توسد الركبه، ولا مات الام توسد العتبه. هذه هي الهضره، ما كاينش شي هضره اخرى. حسبي الله ونعم الوكيل. كنتمنى من الناس خوتي المغاربه يديروني بحال ولدهم بحال خوهم، يحسبوني طفل بانني راه انا بغيت حاجه واحده، طلب بسيط اللي هو اي دري دابا نقلبوا عليه، اي دري قلبنا عليه غنلقاوه عنده، انا نلقى شي بلاصه اللي غنسكن فيها، ناكل ونشرب ونمشي لدراستي. هادشي اللي بغيت، بغيت شي حاجه، لان ما انا ما بغيت لا فلوس لا والو صراحه، ما بغيت لا فلوس لا والو، بغيت بلاصه في الناس ناكل نشرب نقرا صافي، هادشي اللي باغي. تيحن عليا سيدي ربي، ما يدق عليا حتى شي واحد، ما يقول لي خرج، ما يقول لي حتى شي حاجه. هذا باكان، نتمنى ان الناس يديروني بحال ولدهم بحال خوهم، يتعاونوا معايا. انا راه قلت الطالب ديالي، كنتمنى من المغاربه انهم يتعاونوا معايا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.